الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الحديث الذي يجمع بيننا وبينكم، وما أجمل أن نتحدث فيه عن القرآن الكريم وعن الأنس بالقرآن الكريم وعن الطمأنينة بالقرآن الكريم وعن الحياة الكريمة بالقرآن الكريم. الذي يتابع الشأن الإنساني وتاريخ البشرية في هذا الوجود فيجد أنه لم يعرف في التاريخ أن أمة كان سبب وجودها كتابا، كما كانت الأمة الإسلامية التي وجدت بسبب كتاب، فهويتها تابعة إلى هذا الكتاب، ومنهجها مستمد من هذا الكتاب، وحياتها مرتبطة بهذا الكتاب، وسبب وجودها هو هذا الكتاب. إن الأمة المسلمة إنما تكونت على ضفاف كتاب هو القرآن، فالقرآن الكريم هو الذي أوجدها، وهو الذي صنع لها هويتها، وهو الذي بين لها منهجها، وهو الذي دعاها إلى الحياة به. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياتنا بهذا القرآن الكريم، ولهذا فإن هذا القرآن ينبغي للناس أن يحرصوا على قراءته وعلى تعلمه وعلى تعليمه وعلى فهمه وعلى العمل به، وعلى أن يكون هذا القرآن ربيع القلوب، وأن يكون هدي الصدور والعقول، وأن يكون نور الأبصار ونور البصائر في هذه الحياة. المسلم الحق هو من يأنس بالقرآن، يأنس به في صباحه، يأنس به في مسائه، يأنس به في ليله، يأنس به في ذهابه، يأنس به في حله وفي ترحاله. والعجب من كثير من الناس أنهم ربما لم يعودوا في أنس مع القرآن. هذا الشيء ينبغي أن يدعونا إلى أن نتعهد القرآن. قراءة ورد قرآني في اليوم هذا أمر مطلوب، أن يحرص الإنسان على الأقل أن يختم القرآن في كل شهر أو شهرين هذا مطلوب، أن يحرص الإنسان على أن يكون له في بيته ورد من القرآن صباحي أو مسائي في خاصة نفسه ومع أهله فهذا مطلوب، أن يعرض الإنسان سلوكه وأخلاقه على القرآن فهذا مطلوب، أن ينشد القيم الأخلاقية العليا الموجودة في القرآن هذا مطلوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. ينبغي لكل واحد منا أن يحرص على أن يكون هو أيضا خلقه القرآن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من هذه الأسوة أن نكون قرآنيين في سلوكنا في أعمالنا، كما كان سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فإننا سنأنس بالقرآن كأفراد، وسنأنس بالقرآن كأسر، سنأنس بالقرآن كمجتمعات، لكي يحل فضل القرآن على الأمة وأفراد الأمة
إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.